اي انا مش مازال ما نخطب باي في السام في الامان هاي كملت قالت كل شيء يسحبني مازال اش عندي ما اقول لات هالبلاد اللي تواصل كل رجال ونساء اللي يعني من كل الجهات من كل الطبقات باش يمشي ويختار من يمثلهم. هذه فرصة تاريخية لم توجد قبل، حتى في عهد بورقيبة كانت مجرد الانتخابات كانت مجرد يعني امشاء امضاء على الشيك على بياض. في عهد بن علي ذاك ما قال حد الحد. اليوم لأول مرة انتم عندكم الحق باش تساهموا وتعملوا الديمقراطية اللي تحبوا عليها. انا اقول لكم هذه فرصة تاريخية لا تفوتوها. موعدكم يوم الأحد مع التاريخ، كل واحد منكم سيصنع التاريخ يوم الأحد، كل واحد منكم مسؤول عن هالبلاد يوم الأحد، كل واحد منكم يجب يمشي وينبه الناس اللي هم مازالوا ما هم فاهمين، اللي وقت اللي نفس السلطة تتمس تتحط في نفس الأيادي التي أوصلتنا إلى الثورة بنفس العقليات، راه هذا أكبر خطر على تونس، راه تجارب الشعوب هاكم تشوفوا الشعوب الأخرى اللي رجع فيها النظام القديم، تعرفوا من أقصد؟ هل رجعت فيها الديمقراطية؟ لم ترجع الديمقراطية. هل تحقق فيها الأمن؟ لم يتحقق فيها الأمن. هل تحقق فيها الرخاء؟ لم يتحقق فيها الرخاء. كل البلدان التي نكرت ثورتها ورجعت إلى الوراء كلها دخلت في أزمات أخطر من الأزمات اللي حاولت تخرج منها. الكلها ازدادت اضطرابا، الكلها ازداد الإرهاب ازداد فيها، كلها ازداد الفقر فيها. عندكم تجربة في هذه البلدان فانظروا إليها. صحيح أنه عندكم الحق تغضبوا من أنه لم نحقق كل تمنيات الثورة، لكن الثورات لا تحقق أمانية في 3 سنوات. الثورات بحاجة إلى وقت ووقت طويل، لكن من عن غضب او عن سوء شيء طبيعي. هاي الانتخابات موجوده باش الناس كلها تتحمس الى اخره، يعني شيء طبيعي. انا شيء لاحظه بالعكس هو انه رغم كل شيء وانا عشت انتخابات في فرنسا وكذا يصير فيها عرف كذا، احنا الحمد لله امور على طبيعتها. الحماس شيء طبيعي. ما بتفهمش كل ديال معنا وقال الحاجات اللي كان فارغ. هذا كله باش تنساه بعد الانتخابات. Come on, come on, come on.